العقل السليم في الجسم السليم مع دكتور فيليب حدسي على راديو تموز. العقل السليم في الجسم السليم كل سبت بإعادة الأحد 10 صباحا بتوقيت بيروت معي أنا دكتور فيليب حدسي على راديو تموز الإلكتروني. اليوم من راديو تموز الإلكتروني عبر برنامج العقل السليم بالجسم السليم رح نتناول موضوع الإرهاق يلي بيأثر على الغدة الدرقية. الإرهاق مثل ما سبق وحكينا بالتشخيص القزحي لازم يكون في 7 خطوط وما فوق، كل ما زاد غمائط اللون بدل على إنه مشكلة صعبة أكتر أو بتكون أقوى، كل ما كانت فاتحة بدل إنه عبدايتها وبعد ما عم بتشكل خطر زيادة على هالعضو المتواجد عليها الإرهاق أو الأعضاء المتواجد عليها الإرهاق أو خطوط الإرهاق اللي بتدل على الإرهاق. ففي حال تواجد خط وما فوق من هالخطوط حسب لونه على منطقة الغدة الدرقية بده يتأثر العمل تبع الغدة، ساعتها معقول يتأثر السكري إذا شخص عم بيعاني من سكري أو معدلات السكر بالجسم، معقول يتأثر جهاز الهضم من ناحية الغازات والنفخة، معقول يتأثر وجع الجسم وجع المفاصل اللي هو خاصة بالعصب بالدم كمان تأثر سلبا. أكيد ساعتها منا ناخد إرشادات أخصائي تغذية أو أخصائي معالج في التغذية، ومن خلال القصحية بنستدل على المشكلة من وين عم تجي، لأن من خلال القصحية فينا نعرف المشكلة الأساسية من وين. مثل ما دايما منقول لازم نعرف المنبع تبع المشكلة نقدر نحلها. ما المهم يلي منحس فيه يكون هو ديراك معقول شي تاني عم بيأثر عليه، مثل ما عم نحكي عن الإرهاق إنه بيأثر عدة أعضاء، كمان معقول يكون في عضو تاني عم بيأثر على عضو آخر بيقولون ريفلكس أرياز بالتشخيص القزحي. أهم شي مثل ما دايما منقول شرب المي ونبتعد عن كل شيء بيمتص المي وعدم الإكثار منه. كان معكم دكتور فيليب حدسي، دكتور في الطب البديل، أخصائي في التشخيص القزحي، أخصائي في العلاج الغذائي، أخصائي في معالجة وإدارة الإرهاق، ولكم جزيل الشكر. العقل السليم في الجسم السليم مع دكتور فيليب حدسي على راديو تموز. العقل السليم في الجسم السليم كل سبت بإعادة الأحد 10 صباحا بتوقيت بيروت معي أنا دكتور فيليب حدسي على راديو تموز الإلكتروني.